انت بتقول انك مؤمن، لكن خد بالك انه اول اختبار تختبره في انك تقول انا مؤمن انه ربنا يقيس ايمانك اذا كان كاذب ولا صادق، انه ربنا يقيس ايمانك اذا كان ساعة الازمة هتبقى برضو مؤمن ولا تقول لا يا رب اصل اللي انت عملته فيها ده يا رب ما هو اصل ما فيش اي زاوية تخليه خير ليا، يعني من كل الزوايا يا رب انا اتأذيت. واحد جاله مرض، ايه يا رب حكمتك من المرض؟ واحد حصل مشكلة في حياته، أزمة وقفت له حياته، اللي عنده مشروع حياته بيأكل منه عيش فالمشروع فشل، اللي عنده ابن وحيد فربنا أراد أنه ينتهي حياته هذا الابن ويعيش الأب من غير ابنه، أو الأم تفقد ابنها اللي هو فلزت كبدها واللي هو عايش عمرها كله علشانه، إيه يا رب الحكمة في أنك تعمل فيا الفعل ده اللي أنا بالنسبة لي هو فعل 100% ضار بالنسبة لي؟ يعني هيكون ايه يا رب السبب؟ ما هو اصل ظاهر لي من المظهر الخارجي ان الامر كله سيء. طيب فين الايمان؟ وهي دي الامتحان اللي ربنا يقصد بيه انه يظهر المؤمنين بجد. ربنا بيقول لك انت فاهم ان انت هتقول انا مؤمن وخلاص وهتعدي، انت فاهم ان انت يا رب انا امنت بيك وهتعدي بيك الدنيا كده؟ لا، ده لازم اختبار، ده لازم امتحان، ده لازم يعرف إذا كنت في الإيمان في قلبك سواء في الخير أو في الشر، علشان ما يكونش الموضوع طالما جاي على هوايا يا رب أنا مؤمن غير كده لا. طيب إيه الفرق بين المؤمن حقيقي والمؤمن وقت ما الدنيا تبقى حلوة معاه؟ إيه الفرق بين اللي بيقول لربنا يا رب وكلتك أمري، يا رب أيا كان الأمور أنا موافق، طيب ما تورينا بقى؟ الحقيقة إن الرسالة دي ربنا بعتها علشان كل إنسان يعرف إنه حتى الفعل اللي من بره يبان إنه وحش جدا، حتى الفعل اللي كل الرؤى أو كل الزوايا تشوفه إنه ضار ليك، أنت لا تعلم إنه ممكن فيه الخير، أو أنت لا تعلم إنه حكمة ربنا قد تأتيك وقد لا تأتيك. حكمة ربنا في إنه يخفي عنك الحكمة من أي شيء إنه يقيس مدى إيمانك بيه في حالة لما يتصرف معاك تصرف ما يعجبكش، أو يتصرف معاك تصرف يظهر ليك ولأي واحد بيبص إنه تصرف شر ليك، علشان يقيس ها أنت لسه مؤمن بإنه الحمد لله؟ أنت لسه مؤمن بإنه يا رب اللي أنت تجيبه ليا أنا موافق بيه وراضي بيه؟ علشان كده أكبر أزمة إحنا كبشر بتحصل مننا الحمد لله لكن حصل كذا وكذا وكذا، إيه ده؟ كلمة الحمد لله تحولت إلى إرضاء للضمير فقط، وكأن نسينا إنه أصل كلمة الحمد لله هي ترجمة فقط، مش عايزين منها حاجة غير اللي جوه القلب، إنه الإنسان إذا شعر بالحمد لله هي جوه قلبه مش على لسانه. لكن تعالى اسأل واحد معترض هيقولك الحمد لله علشان يرضي ضميره وعلشان ما يحسش انه غضب ربنا عليه، لكن انا عندي كذا مشاكل وكذا 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 وكذا، ودي اكبر ازمة بتخلي البني ادم يبقى معترض وهو راضي ضميره، انه يكون معترض على الامور اللي في حياته لكن في الاخر الحمد لله يا رب انا تمام. لا، الحمد لله مش كلمة، حط ايدك على قلبك وحس كلمة الحمد لله اللي هي الحمد لله وكفى، الحمد لله وأي طلب من أي إنسان في الدنيا أنا مش عايزه، أنا عايز من اللي خالق كل دول اللي أنا عارف إنه مهما قدر لي فتقديره ليا هو الخير.